إذن للحديث عن استمرار معاناة أهالي ضحايا مستشفى الحسين في الناصرية ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الناصرية الناشط المدني محمد الخياط. أستاذ محمد، السلام عليكم. يعني رغم مرور ما يزيد عن العام على حريق مستشفى الحسين والذي راح ضحيته 92 وأكثر من 120 جريح، حتى هذه اللحظة لم يكشف عن المسؤول عن الكارثة، ما سبب في ذلك برأيكم أستاذ محمد؟ تحياتنا لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة الذي قام بهذا العمل أو المقصر أو الجانب بهذا العمل هي أحزاب السلطة، وهذه قضية لا تقبل نقاش، أنا أعرفها جيدا. الأحزاب المتنفذة والأحزاب الحاكمة والأحزاب التي تهيمن على قرار مرة الناصرية هي المدانة بهذا العمل، وهذا أغلب المحافظة أو أغلب العراقيين يعرفون بأن هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي حقيقة يعني أجرمت كثيرا بحق العراقيين هم أنفسهم الآن الذين يحاولون تشكيل هذه اللجان، يعني هم الحكم، هم الخصم وهم الحكم. يعني لذلك ترى بأن أغلب الجرائم التي تحدث سواء كان على الحادث الذي مر عليه أكثر من سنتين أو الحوادث الأخرى واللجان العديدة التي تم تشكيلها لم يتم لحد هذه الدقيقة ولا تحدى أي مسؤول في الحكومة في السلطة، وليس الحكومة لا توجد لدينا حكومة وإنما هناك سلطة. السلطة حقيقة جاءت لقتل العراقيين، هم قتلة العراقيين، هم الذين أوغلوا بدماء وقتل العراقيين في كل مكان سواء كانت الوسط أو في الجنوب أو في المناطق الغربية في إخواننا لإخواننا السنة في كل مكان. نعم، القتلة هم أنفسهم والذين يرفعون السلاح هم أنفسهم الذين يقومون بحق المستشفيات. نعم أستاذ محمد، إذا كانت الحكومة لم تكشف عن المسؤول عن هذه الكارثة، كارثة حريق مستشفى الناصرية، لماذا لم تصرف التعويضات لأهالي الضحايا؟ الحقيقة هذا جانب آخر. الحقيقة إذا يعني صرف التعويضات يعتبرون بأن هؤلاء يعني إدانة بحقهم، ولا ماذا يعني بأن بعد مرور سنتين وهذه المعاملات الشهداء التي تدور وفي حلقات تنظيم راح نشاهد هنا في الناصرية بأن بعض الشهداء بأن عوائل الشهداء لا زالت تراجع بعض الدوائر الدولة دون جدوى، وهذا يدل بأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام لطلبات المواطن البسيط. الحكومة أو السلطة هي مشغولة بملذاتها ومشغولة بسرقة المال العام ومشغولة بالقتل ومشغولة بالمناصب ولا تنظر لأمور العراقيين. لذلك نحن حينما طالبنا ولا زلنا نطالب في شعاراتنا في ساحة الحبوبي صرفنا قبل المناسبة اليوم في ساحة تلك الحبوبي كان هناك قمع وهناك جرحى وهناك اطلاق نار اليوم مساء اليوم. وهؤلاء الذين خرجوا أيضا لا يقلون أهمية، إذا تسمح لي دقيقة من تفضل. الحقيقة هؤلاء هم جرح التظاهرات الذين خرجوا اليوم. هؤلاء هم مصابين من القوات الحكومية، من هذه الميليشيات الحكومية، اليوم خرجوا إلى ساحة الحبوبي حصل اليوم بالإضافة إلى استنكار ما تعرض له حيدر الزيدي من حكم جائر لمدة 3 سنوات. اليوم خرجوا إلى ساحة الحبوبي مواطنون عراقيون سلميون لا يحملون أي سلاح ولا يحملون أي شيء، تم اعتداء عليهم من قبل قوات الشغل، ولدينا الآن الفيديوهات التي توضح ذلك. واليوم أيضا وهنا قد يحدث غدا أو خلال الساعات المقبلة إذا تصعيد هنا في محافظة بيقال. لذلك أستاذ العزيز نقول بأن هذه الحكومة حقيقة يعني وصلت إلى الطريق المسدود. الشعب العراقي يرفض كل هذه الحكومات المتعاقبة، ليس اليوم التظاهرات، ليس اليوم. لذلك عوائل الشهداء الذين وصل عليهم إلى أكثر من 290 شهيد وأكثر من 120 جريح لا زالوا يدورون في يعني في دوائر الدولة دون أن يعبروا على أي دليل. بالوقت الذي إذا تسمح لي أيضا أقل من دقيقة، بالوقت الذي يتم صرف مستحقات لأشخاص لا يستحقون، يجلسون صباحا وعصر يقومون بإقرار أي قانون أو يدفعون أي تعويض لأي مسؤول سياسي أو مسؤول حزبي في هذه الحكومة. لذلك نحن نقول بأن الذي يجري حقيقة هنا في الناصرية هو حالة ما الذي يجري أيضا لدينا
هناك في المناطق الغربية، ونحن بلد واحد لا يمكن لهذه الأحزاب الميليشياوية ولهذه السلطة تجزئ المطالب العراقيين أن تقوم بتقسيم المناطق، أن تفصل الجسد العراقي الواحد. نعم أستاذ محمد، تعتقد أن الحكومة رغم هذه الحادثة، حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية، يعني اتخذت من الإجراءات العملية ما يمنع ربما تكرار مثل هذه الحوادث، تعتقد ذلك؟ أبدا، والدلالة على هذا بأن هناك عديد من الحرائق التي تحدث إذا لم أقل يوميا فهو بينه منه آخر، وتسمعون جيدا بأن هناك العديد من الحرائق في كل مكان، وكلما تحدث يقولون هناك التماس كهربائي وهناك أمور عديدة. الحكومة الحقيقة لا تنظر لحياة المواطن ولا تهتم لحياة المواطن البسيط. الحكومة عندما تريد أن تنظر فتنظر لمصلحة أحزابها وقتلها وتوزيع المغانم، وإلا نقول يعني هل انتهت يعني بعد هذا الحادث الإجرامي نقول والمتعمد، أيضا أنا أقول متعمد، وإلا ماذا يعني غلق الأبواب الرئيسية لهذا لمركز النقاء هنا في مستشفى التعليمي في الناصرية، ماذا يعني بأن الباب واحدة والأبواب الأخرى موصدة أو مغلقة بحيث أن أغلب الذين أرادوا الخروج لم يستطيعوا الخروج، وهذه أيضا دلالة واضحة على إجرام هذه السلطة. لذلك هي أيضا رسالة من خلال قناتكم نوجهها إذا من يدعون بأنهم إلى هذه الجرائم ويحاسبوا هذا النظام السياسي، الأنظمة السياسية والحكومات السياسية التي تعاقبت حكم العراق منذ عام 2003 ولحد الآن. هي رسالة وهي دعوة من خلالكم ومن خلال قناتكم الكريمة إلى منظمات حقوق الإنسان أن تعي جيدا، وخاصة هناك قرار منع التظاهرات، وهذا قرار لافتات هنا في ساحة الحب وهي تكذيب الأفواه وسجن الناشطين المدنيين ودعارة كيدية يقومون بتحريكها ضد العديد من المتظاهرين. بالأمس كان لدينا معتقل وقعنا وكان لدينا معتقل زيدي وغير العديد. نعم غير العديد لا بد أن نتحدث عنها، التهمة السياسية لا مجال لنا سوى أن نقول يجب إسقاط هذه التهمة السياسية، وعلى الشعب العراقي أن يتوحد ضد كل ما يجي من قبل هذه الميليشيات وهذه الأحزاب. نعم من الناصرية الناشط المدني محمد الخياط، شكرا جزيلا لكم.